كابتن خالد، موسيماني نجح او عرف انه هو يكسب البطوله الافريقيه على حساب نادي الزمالك قبل كده، طبعا سان داونز على حساب الزمالك. النهارده بقى المباراه المرتقبه ديت فيها وجه اختلاف، يعني بتشوفها مختلفه ولا مشابهه؟ ايه اوجه الاختلاف لو كان فيها اختلافات؟ هنا في فرق كبير جدا بين مباراه 2016 ومباراه 2020. خلينا ندي نادي الزمالك حقه. 2016 كانوا داخلين بقايمه قليله جدا جدا، كان عندهم مشاكل اللعيبه، كانت لعيبه مصابين، كان عندهم القايمه قليله جدا. وسان داونز كانت فرقه كان فيها نجوم كيجن دولي، بيسيتا، كامابيليت. الظروف ما ساعدتش نادي الزمالك في المباراه النهائيه السنه اللي فاتت. ما ينفعش تقارن السنه 2016 ب 2020. تيم نادي الزمالك تيم قوي، عنده لعيبه، عنده الحلول الفرديه موجوده، فرقه كبيره، فرقه عاليه. في نفس الكفتين متوازنين زي ما قلت لك. الشغل ده شغل لاعبين، الفرقه هنا والفرقه هنا شغل لاعبين، مع التاتش بتاع المدرب. انا قلت لحضرتك يا كابتن هاني، 20% مدرب، 80% لاعبين. اللي هيجتهد ويبقى موجود، هو في فرق بين 2016 وفي فرق احنا طبعا. 2016 زي ما قلنا هم قائمتهم، قائمه نادي الزمالك كانت قليله، اللعيبه كان عندهم تقريبا 14 لعيب. 14 لعيب بالظبط. احنا كنا عاليين، سان داونز احنا كنا عاليين جدا. والنتيجه خلصت في جوهانسبرج قبل ما تخلص هنا على ارضه، على ارض نادي الزمالك في مباراه العوده. نادي الزمالك من 2016 برضو من فاينل، ودلوقتي 2020 عنده طموح، وعنده طموح كبير ان هو ياخد البطوله. اكيد حقه مشروع طبعا. عنده طموح. احنا عندنا هدف زي ما قلت انا في البدايه، كأنا واحد من جماهير النادي الاهلي، عندنا هدف. وزي ما قلنا التحضير الذهني والبدني والنفسي العالي جدا جدا. جماهيرنا اقفوا ورا لاعبكم، ما تحطوش لود عليهم. الصحفيين الاهلاويه، الميديا الاهلاويه، يعني خفوا ايدكم شويه على الناس دي. الناس دي بتقرا وبتشوف كل حاجه. خليك ايجابي، خلي الحاجه الايجابيه بس اللي توصل لعيبك. طيب. خلي الحاجه الايجابيه، خليك برضو انت كمان عاصي موسى للعيبه، لان اللعيبه بتقرا. اللعيبه اللي يقول لك انا ما بنقراش، اللعيبه بتقرا وبتشوف كل حاجه يعني كل حاجه. بس هي بكلم اللي هو ما يندمجش ويدخل نفسه في الجزئيه. هو بيعرفه، لكن انت شوف، خد الايجابي. انت بص، شوف، اكيد جمهور النادي الاهلي جمهور واعي، اكيد جمهور الاهلي هيقف ورا فرقته، اكيد جمهور النادي الاهلي عارف هو بيعمل ايه. بالذات انت بتشوف جمهور النادي الاهلي ورا فرقته في المباريات المهمه والهامه. اكيد. اوكي، هديه الجمهور ان اللعيبه تديله في الملعب، وهديه اللاعبين الجمهور واقف في ظهره. ده حقيقي. هو ده اللي انا نقدر نقوله.